السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غندير واحد المريقه في الكوكوط بالدجاج، زوينه كتجي حلوه. كنصب كلشي دقه واحده، كنت حاطاها معكم بالبطاطا والزيتون. دابا غنحط غير الدجاج بالبصله والزيتون المصير، وغادي ندير شويه طره مقليه صافي. والدجاج اللحم اللي عندي غنجمعو دابا كامل وغنعطيه مصطفى يديه لوحو. قالت لي واحد البنت في التعاليق حرقيه، ولكن ملي غنحرقو راه كثير شويه. غادي نجمعو كله غندي لوحو، اكيد شي واحد لقاه. لا نصوم كيفاش غنديرو ليه؟ لقاه زعما لاحوه الناس حدانا هنا، ملي لحتو هكا ما كاينش زعما غير زعما اللي ياخذو ولا شي حاجه. وغنخلي تيقربو يدوزو واحد الشويه، يدوزو هكا واقيلا صافي اللوحو. اصلا مسكينه ملي قلت لها والله الا جابت لك شوفه، جابت واحد اخر تاع خويا، جابت القطبان. قالت لي مسكينه صافي، قالت لي هي اصلا كتخاف. قلت لها انا لا انت راه باقي مزيان. قالت لي لا لوحي، اليوم ملي قريت على التعاليق ديالكم تخلعت كثر. قالت لي واحد البنت واحد الاختي طريقه تسمم، قالت لي ما عندك ما ديري به لوحي. قلت لها هي الاولى صافي. قلت لها خذي هاني صافي، غندير العطريه كامله راس واحد البنات، ولكن ممكن دير حتى ربعه الريوس. اختي ما كتبغيش الثومه بزاف، غندير غير راس. ايوا حشومه نديرو معها الضد ديالكم. معنديش مشكل، الضد هزواته محشومه، ولكن بصح رويت واحد كافي بالنسبه الا كان الدجاج كثير عاد تكثر شويه مجهد. الا كان الدجاج قليل كلا كتولي المذاق ديال الثومه غالب على المرقه، على كلشي. فكتجري كنقول انا ما عرفت شويه شويه وصافي من الحاجه كتجي كتجي ماكله زوينه. عندي واحد شويه المصير، عندي الماء ذاك الماء ديالو، العسل ديالو، العسل ديالو، حيت بصح راه عسل. صح ها هو الشعب. صيفطت منو لختي لطاليا، نبقى عندي هاد الشويه ان شاء الله يجي الحامض. ها هو العسل، ولكن الا درتو هذا قلو الملح يجيكمش مالح بزاف. قلت لك خلي الماء نغسلهم اصاحبتي، ولا حشومه نسيت دوك الشقه تيخصني ترتاحي دابا. علاش؟ ماشي مشكل، هزي ندير الغدا ونجمعو نجمعو شوية المروزية ديال الدجاج. لا ما دخلش فيها واحد شوية، ما كاملاش نص معلقة. غادي ندير الخرقوم واحد المعلقة، البزار نص معلقة، التحميرة غير شوية واحد ربع معلقة، والسكنجبير واحد المعلقة صغيرة مع عامرة كي ماشي تلفهم. شوية القزبر يابس، فين هو القزبر؟ ديتيها حنان دارك. لا حطيتي لك تما، لا قلتي لي هذا غادي منه شوية حطيت لك تما. انتي دابا انتي يا اختي صبر، انا تبغي تمشي عاد خوضي. انا قلت لك جمعي القاف، انا قلت لك صاحبي يعطيك نص ديالو ما تديش كله دابا. اول لقيتو في ساكر صافي، كنت دايره في ساكر. انا عطيتك شويه القزبر زدتو كاع لداتو في ساكر. كنضحك واحد شويه ديال القزبر، نبدا شويه الماء اللي غادي نحرك اللي غادي ندير به حتى الماكله غنصبها ان شاء الله بلا ما. ومليحه من البارح كتبدا تجمع في الماء باش تغسلهم لها على الصباح. اعوذ بالله من الشطاره، ما عملتهمش البارح. اعوذ بالله من الشطاره. تيرا الناس كيكذبوا على الميتين هكا، كيكذبوا على الحيين. قالك الميتين خليهم في الثقه، داكشي اللي ولا دابا الناس ولات تكذب على الحيين. انا راه مقطعه هاد الدجاجه البنات طريفه، اللي عنده دجاجه صاينه يديرها. انا درت شويه الصدر ودرت في خيبات، اللي بغى شي حاجه ياخذها. نخليه يترقى تجي واحد الساعه المقانه. داك النهار درتوه ببطاطا وجربوه الاخوات اعجبهم، جاوني تعاليق بزاف قال لي راه جا الانسان شويه صافي. وجربوه حتى الدراري جربوه، جاهم ساهل جاهم ساهل. الزيت ما غنديروش دابا، غير شويه غندير شويه زيت العود ونخليه مرقد كما قلت لكم جاد واحد الساعه، وعلى ما نعجن الخبز للغدا نرجع نطلق. خدت بنات البصله هنايا قطعتها شويه رقيقه هكا، ونزلت دوك الطريفات. حنا خصني تقرا ديال الزيت اللي فيها. اي سميتها داك عرفتي حليب ولا شي مونكرون؟ مي تبغي ديري غداك واش تي غداك شي شغلك راسك؟ لا ناري خاص ماشي هذيك. يلا على القرايه بقيت نكري بقيت نكري. انا نبغي نمشي نيشان هذاك النوع ديال الزيت الاخر. ها هو هذاك الحر، الحر راه زيت سوس هذاك راه مخلطه فيه داك الشيء. علاش كتسكتش كتسكتش كدير شي حاجه كتبقى تنقر؟ راه كتشقيني البنات كتشقيني. اش غندير ليها؟ هي اللي كتبغي. عطا الماء تشرب عليه ان شاء الله. حق انا كنمشي عندها ما كتخليني ندير والو، تعرف زعما انا كبر منها. ايه زعما هاد الشيء داك الشيء. علاش؟ ان شاء الله هاي دير الدار ويتشقى لك ان شاء الله. الله يسهل عليك ان شاء الله. ما عنديش فين نروح نحويك هذاك الشيء علاش؟ واش الله يسهل لك شي فيلا ان شاء الله. اختي بغيتها، انا كنتمنى اختي وربي عالم بيا شنو بغيت. بغيتها صالون صغير
بيت النعاس صراحة ولا ما كنكذبش. ولا ولات لحية طلبة كبيرة مالك صاحبتي. وبغيت صالون وكوزينة وبيت النعاس وبيت صغير صافي ناكل. صافي إن شاء الله. يجعل البركة شي إن شاء الله. نكذبوا على الله حوما شحال صار من هادشي لا حاشا والدي هادشي اللي بغيت كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحققها لك جميع المسلمين ان شاء الله ماشي انا بوحدي ان شاء الله اللي كيتمنى شي حاجه يا رب تحققها لي كما شفتوا قبيله راه ما درتش الزيت دابا غادي ندير زيت العود مع الزيت العاديه جات واحد ما كاملش نص كاس نديرو فوق من الدجاج صافي هذيك العطريه اللي في الدجاج راه كلها غتهبط لديك البصيله وغادي تجي واحد المريقه مدغمره وزوينه صافي غنسد عليها وغادي ندير عليها حافيه مهيله راه الا نقصنا البوطه راه الراس الراس نديرو ليه ملح والكمون ونديرو في كوكوط وما نديروش قطره ديال الماء ونديرو عليها عافيه مهيله راه يطيب اللحم الكونجيراتور مجمد وجبدناه درناه هنايا ودرنا فيه شويه العطريه شويه الملح وداكشي وسدينا درنا عليها عافيه مهيله راه يطيب وما يتحرق ما والو ولكن كلشي كيبقى من العافيه هي اللي كتحكم في الطياب الا كانت مجهده راه يتحرق غنسد عليها غندوز نكرص الخبز وكنت شفت البطاطا بغيت نقليها للدراري هكا مع الدجاج وهانتوما معانا صافي البنات الغديوه راه طابت دابا كنقلي في البطاطا والخبز حتى هو راه طيبته عاونتني حنان المسكينه هي الخزازه هذه المريقه شفتوا الدجاج كي تيجي الله يعطيك الصحه كيجي بحال محمر والمرقه بنينه فنه زوينه جات الروه راه ما تزدتش قطره الماء ما زدتهاش هذاك الماء غير ديال البصله وحيت طاب على عافيه مهيله وهذا الخبيز البنات خبزات وحانه كما قلت لكم وعجنته غير في العجانه فين جوج فين ما عشنتوش بيدي انا راه كلت نص خبزه شحال حاجه دار تبعت لها الجناب دياولها جبني خبز صافي شوفوا النخاله وباش ما زوينش هاد النخاله كطلي الدنيا شوفوا دابا الكوزينه كلها بقات نخاله انا غنشطبها وصافي صافي البنات انا غادي نحط دابا الغدا دابا دابا واخا عطلتو عليهم شنو مالك اش كتقولي؟ سخرت كيما سخرت بقيت قادر نبرد ملي كنسخر صافي غنخليني ناكل سخفات ولا كتلحق بسم الله ولكن سبحان الله هذا الفقنا زعما نخلي الكوزينه بكري زعما لا راه كنبقاو نهضروا شويه ونسكتوا شويه نتحدثوا شويه بارك الله عليكم البنات شكرا البنات على التعليق اللي خليتوا لي عن خصي كنقول لكم الله يحفظكم الله يكثر فيكم والله يسهل عليكم ويسهل على ولاداتكم وجميع المسلمين البنات يا ربي امين خليت البنات شويه ترواق حقاش كاينين الدراري الصغار ضروري بغيو يغنصوا نشفوا نتوما هذا ما نشفتو انا راه جافني هانتوما البنات الكوكوط شفتوا ملصقات ما والو صافي يا البنات ديال الغديوه اليوم ما درناش لاطه ملي ما كاينش الغنمي درناش لاطه صافي ها هي شوف شحال كتجي خاطره وزوينه نجربوها صافي وخبيز ديال الدار اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزواحل صافي يا البنات كما قلتوا لي في التعاليق قلتوا لي خديجه داك اللحم عندك ما ديري به لوحي اللي درت التسمم انا لحتو ها هو كنجمع فيه دابا غيدوز مول النظافه هو راه باقي كما كتشوفوا راه مزرق ما والو ولكن ما عندي ما ندير به اصلا انا ما شديتش الحولي كله كنت حيدت شي حاجه وشي حاجه قلت هتجي حنا خصني نعطيها لها ساعه غنلوح كلشي هادو قطبان وباقيين قطبان اخرين هما هذا اللحم جابته لي الوالده ديالتي شوفوا بحق اللحم ديال امي راه حتى اللون تاعو مبدل على هذا شوف كي داير اللون تاعو بحال الوردي عرفتوا هذا اللحم عندي انا راه احمر بحال كاتبين عليه الدم والله حتى احمر بزاف قالت لي امي طيبيه انا قالت لي غادي حيت امي ما كتاكلش الغنمي وزكريا خويا من جي عندي مباشر عيات هادو قطبان شوفوا يا البنات شوفوا 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 هادو ما كانوش زرقين شوف ما كانوش زرقين هادو اطلاقا هادو راه زرقوا غير دابا يعني قالوا لي البنات دكستي انا ما دكش حيت اصلا عندي الفريكو عام عندي الفريكو زعما كاينه كبير هادشي اللي كتشوفي به هنا هذا راه الدجاج واللحم ديال البقري ما دايرهش كاع هكا شويه شويه هكا حسب نبغي نبدل هكا ما كان حسن كنبقي يعجبني البقري هكا بالطويج نادر شويه شويه في الميكات هنا ما كاينش كاع الغنمي الغنمي كديريه هنا وكديريه هنايا هذا ديال كما قلت لكم هذا راه ديال امي هذا غادي نرجعه هو اللي بقى صافي زكريا مسكين بقى فيه الحال قال لي نمشي ناخذ كوخا غير خروفه صغيره قلت له والله ما تجيبها قلت له اصلا قلت له شنو كنعيد على قبل اللحم كنعيد على قبل السنه والحمد لله الحمد لله واكلينه ما نشبغيناه ها هو هذا راه شوفوا كي درت انا كيفاش درت التستاف ماشي درتو على بعضياتو هكا شديت القطبان وستفتهم هكا ودرت ليه هكا ماشي بقى هادشي بحال هكا زعما كاين هي ماشي شي فوق شي وماشي غير انا بزاف الناس زرق ليهم الحولي بزاف 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 الناس زرق ليهم الحولي وكما قلت لكم انا اول مره كطرا ليا هادو تما قطبان هادو راه باقيين مزيانين وكنا غادي نلوح قالت لي واحد البنت حرقيه اختي راه ما لقيت فين نحرقو فين غنحرقو والله ما عرفت داكشي راه غنلوحو هما راه غيدوزو دابا شي شويه يهزو هادي دوك
دوك دوك اللي دوك اللي كيكونوا في الخوضه، واخا الخوضه انا لقيتهم مزيانين. عرفتوا هاد اللحم اللي زراق ديال القطبان؟ حيت انا لقيت العنقرة في اللحم بزاف هي والسنسول، وحنا اللحم ما كناكلوش بزاف. قلت انا والله ما ندير القطبان يبقاو ياكلوا الدراري احسن من اللحم. درت بزاف القطبان، خلطت الخوضه مع العنقرة. هذاك اللحم ديال العنقرة والقطبان ديال العنقرة هو اللي زراق، اما اللي بقيت شتو احمر هذوك راه الخوضه. دابا غرمي كلشي. شوفوا اللحم الغنمي ديالي، شوفوا كي داير، شتو ديال امي، هانتوما الفرق. شوفوا الفرق بين اللحم واللحم، هذا لونه وردي، هذا لونه احمر، تا بقى كيحمر تا جاي اللون الكرونه. صافي صافي هاهي، ايوا الله يجعل الشيء بركة. هاهي بقى واحدة تاهي نحيد. السلام عليكم على البنات، نقولكم السلام حيت دابا بنت معاكم بوجهي. مشى مصطفى يلوح نعمة الله، وحق الله معرفتش علاش بقات فيا نعمة الله حتى غادي تلاح، واخا خاسرة. الله يسمح لينا يا ربي، يا ربي تسمح لي يا ربي. وكنشكركم بزاف بزاف، حيت انا الصراحه كنت شديته، قلت انا ما زراكش كله، هذاك اللي زراك اللوحه واللي بقى مزيان غنشدو. ولكن البنات تقريبا 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 البنات الاغلب الاغلب ديال التعاليق يقول لي لوحي خرجي ما ديري به. مشيت لحتو وصحاب النظافه مساك الله يكثر خيرهم غادي يجيو دابا يهزوه، ما بغيت نحرقو. قالت لي البنت حرقيه، كي غنبدا نحرقوه خاصني نطلع للسطح. غادي ما حركتوش، لحتو هكاك. ونشكر صحاب النظافه بزاف على المجهود اللي داروا معنا في هذا العيد، لان كانوا الاسباب بزاف بزاف بزاف، داو مساكن كلشي لاحوا، الله يكثر خيرهم والله يعطيهم صحيحتهم. ونبغي نشكر الاخوات كلهم اللي كانوا كتبوا لي التعليق كما قلت لكم. وبالنسبه للاخوات اللي قالوا لي راه من طريقه التخزين ولا اولا انت طيحتي حتى الغد الاخر، طيحته معايا جارتي بحالي بحالها، وهي ديالها باقي هو هو، انا خسر ليا. من طريقه التخزين راكم شفتوا انا عندي فريكو شويه كبير، ما عنديش مشكل يعني ما دكش، ودرتو في واحد البروديه اللي شويه عاليه، يعني ما جا فين تلحق تقريبا الوحده حتى كان كارم. ولكن ما عندنا ما نديرو، هذاك الشيء ما مقسموش الله ناكلو. انا راه في الاول اللي حطيته احمر تقريبا داز نهار وبدا يزرعك، كنحل كنلقى الريحه خايبه، كنجبد الميكا كنلقى قنت هنا زرق قنت احمر كنلوح كلشي، قلت صافي ما بقيتش لقيته زرق، قابل ليا كله بقى احمر. اليوم قدامكم جيت كنجبد في القطبان لقيتهم زرقين، يعني ماشي زعما ضروري خصو يزرق في هذاك النهار ولا يومين، يعني يقدر يبقى حتى 3 ايام 4 ايام ويزرق، يعني كاين مشكل. صافي حيت ليا كلشي، زكريا مسكين بقى فيه الحال، حيت راك ما عرفتش شي واحد اللي كيتكلف بشي حاجه وكيجيبها لك وما كتصدقش، كي مسكين كيبقى يحمل راسو الدرب، مع انه هو لا ذنب عليه، هو ما عليه حتى حاجه مسكين، هو مشى شرى المليح زعما وداكشي زوين وبالطانقه زعما راه يعني مضمون، ولكن راه ضام الله، راه شي حاجه اللي ما قسمهاش لنا الله ناكلوها والله ما ناكلوها والله ما تجي في الجوع. وصافي نعاود نشكر الاخوات كاملين اللي نبهوني، ونقول لكم سمحوا لي البنات بزاف درت لكم قليبات، واخا انا ما تيقنعونيش والله، ولكن كانوا عندي الناس وعندي شي شويه هكا عرفت شنو تامره ووقوف وداكشي، درت لكم قليبات. ولكن راه قريت التعاليق كامله ديال الاخوات كاملين قريتهم، لذلك غنبغي نشكركم بزاف. وصافي هادشي اللي كاين، يلا السلام عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.